صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا خير. دي المرحله الثانيه، مرحله الصفاره. لو حضراتكم شايفين بقى مرحله المعجون، هنخش على مرحله الصفاره. اهم حاجه واخطر حاجه في الصفاره، نجيب صفاره زي ما انتم شايفين كده، اوريكم طريقه كويسه جدا عشان ما تجرحش الحيطه وانت بتعمل الصفاره. هنجيب الصفاره كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنقص الحته اللي فوق ديت. انتم شايفين يا جماعه، هنقص الحته ديت كده، الطرف هنا كده المقص. هنيجي الاول كده ايه الصنفره ونسيبها للنص زي ما انتم شايفين. هنجيب نص الحته دي بالطرف، الحته دي كده بالظبط، عشان ايه ما تتجرحش منك، عشان ما تبوظش الحته زي ما انتم شايفين كده. احنا شايفين يا جماعه، هنقص الطرف هنا كمان، اصبح عندي الشكل ايه الصنفره بالشكل ده. ونمسك الصنفره بالطريقه ايه، في ناس بتمسكها كده عادي كده بتفك منك وممكن تقع منك، اسهل طريقه كده اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الحيطه دي كانت مدهونه قبل كده ديكور اللي هو المعجون بارز، طبعا شلناه. انا عملت قبل كده فيديو ازاي تنزل المعجون البارز. دي المرحلة التانية بعد ما عملنا المعجون، صنفرناه صنفرة كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين، دوران نقوم بعمل صنفرة، صنفرة ان هي صنفرة خفيفة كده دوران. صنفرة ناعمة مش خشنة زي ما حضراتكم شايفين كده. ده كان في الجنب تاني برضو كان معمول بالمعجون البارز، فنزلته ودينا وش سكينة معجون زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده ايه، بعد كده بنعمل الصنفرة. ده قبل، دي خطوات قبل السيلر، لازم تتصنفر كويس جدا وتتشال الغبار والتراب من على الجدار بالمقشة زي ما حضراتكم شايفين كده. اي مقشة قديمة بس تكون نظيفة، يعني تنزل كل التراب دوت من على الجدار. زي ما حضراتكم شايفين، وفي ملحوظة مهمة، مش تدهن على طول بالسيلر، لا هنجيب قطعة قماش مبلولة ونعصرها عصرة كويسة جدا ونمسح بيها الجدار من فوق جميع الاتجاهات. دي أهم مرحلة بعد تنظيف الغبار بالمقشة. هنجيب قطعة قماشة مبلولة زي ما حضراتكم شايفين، وهنمسح بيها الغبار من على الجدار. بعد ما نزلنا التراب بالمقشة، هنجيب قطعة قماش مبلولة كده ونشيل كل الغبار اللي هو على الجدار زي ما حضراتكم شايفين. عفوا، دي أهم مراحل بالنسبة للتأسيس أو دهان الشقة من جديد بعد مرحلة المعجون زي ما حضراتكم شايفين. قطعة قماشة مبلولة معصورة مندية، مش تكونش كلها مية، مندية. ونقوم بإزالة الأتربة من على الجدار بعد الصنفرة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هنخش على مرحلة السيلر، هوريكم إن شاء الله إزاي تعمل السيلر.